كيجي، كيف أصبحنا؟ أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله، محمد رسول الله. أحسنتم. اليوم يا حلوين رح نتعرف على حرفنا الجديد وهو دائما هابي. مستعدين؟ برافو عليكم. بس بداية لازم نعبي صديقتنا الدودة بالحروف اللي احنا أخذناها سابقا. مستعدين؟ برافو عليكم. يا اسمي ألف ممدودة صوتي آ. اسمي ألف فوقي همزة صوتي آ آ آ. برافو عليكم. اسمي ألف تحتي همزة صوتي إي إي إي. برافو عليكم. اسمي همزة صوتي إي إي إي. برافو عليكم. اسمي واو صوتي أو. اسمي ياء صوتي إي. اسمي ألف مقصورة إلي صوت ما إلي صوت. برافو عليكم. اسمي باء صوتي إب. اسمي باء صوتي. وبعد يا حلوين ما حكينا الحروف اللي أخذناها مع الدودة، هلأ دور نحكي قصتنا اللي رح نتعلم فيها حرف جديد. مركزين؟ ممتازين. يوم من الأيام وعندما كانت الشمس ساطعة وجميلة، قرر والدتي الفلاح بأن يصطحب معه تي إلى بستان الفواكه كي يساعده في قطف ثمار الأشجار. ففرح تيم كثيرا، وعندما كانوا في الطريق في طريقهما إلى بستان الفواكه، رأى تيم وردة جميلة جدا ولونها أحمر، وكانت هناك فراشة كبيرة الحجم وكانت ألوانها زاهية جدا جدا. وعندما وصلوا إلى بستان الفواكه، رأى تيم شجرة كبيرة الحجم، فقال تيم لوالدة: ما هذه الشجرة؟ قال والدة تيم: إنها شجرة التين. إنها شجرة التين. وكان هناك في البستان أنواع كثيرة من الفواكه، ومنها الفراولة، ومنها الفراولة، وأيضا البرتقال، وأيضا التوت. فقررت، وفي نهاية المشوار فرحتين كثيرا في هذه النزهة، فقرر أن يساعد والده وجلب معه سلة كبيرة كي يساعده في قطف هذه الأشجار. وبهيك يا حلوين احنا خلصنا قصتنا لليوم. قصتنا لليوم بتحمل حرف جديد وكتير سهل وكتير حلو، وزي ما حكينا من قبل هو حرف كتير مبسوط، دائما بضحك وفاتح تمه وإلى عيون. خلينا نتعرف كلياتنا عليه ونكون إحنا جاهزين حتى نعرفه أو نكشفه من خلال القصة اللي حكيناها يا أطفال. مستعدين؟ أحسنتم. مستعدين. حرفنا لليوم يا حلوين هو حرف التاء. هو دائما مبسوط. شوفوا تمه كيف مبسوط وهي عيونه. إذا حرف التاء دائما مبسوط وعيونه مبسوطين. برافو عليكم. خلينا نرحب فيه كلياتنا. اسمي تاء صوتي ات. اسمي تاء صوتي ات. اسمي تاء صوتي ات. أهلا وسهلا بحرف التاء. وهلأ يا حلوين خلينا ننتقل عشان نعرف كيف بدنا نكتب حرف التاء. مستعدين؟ برافو عليكم. خلينا هبي زي الحرف اللي احنا أخذناه، مبسوطين زي التاء المبسوطة. برافو عليكم. حرف التاء كتير سهل يا حلوين. بداية بدنا نكتب خط ونقطة زي ما تعودنا. بنمسك النقطة من إيدها، نعمل فيه تم بضحك على السطر وإله
نعمل فيه تم بضحك وإله كم عين إلنا إحنا. برافو عليكم تنتين. خلينا نكتب حرف التاء في أول الكلمة. في أول الكلمة بننزل فيه خط وبنمشي فيه خط كمان على السطر ونحط له كم نقطة. كم عين إلنا؟ برافو تنتين. نرد نعيده، لاين للسطر، بعدين خط طويل، بعدين له كم نقطة؟ تنتين. برافو عليكم. إذن حرف التاء هو تم بضحك وإله كم عين؟ تنتين. برافو عليكم. إذن هو دائما سمايل فيس. إذن حرف التاء إله سمايل فيس، كأن احنا نرسم سمايل فيس. خلينا نرد نعيد، هاي سمايل. وهلا يا حلوين، بعد ما كتبنا حرف التاء ورحبنا فيه، صار دور ان نعرف وين موجود او وين متخبي عنا في داخل القصة حرف التاء، مشان احنا نحبسه زي دائما زي ما عودناكم في سيركل، اي دائرة. برافو عليكم. مستعدين؟ مستعدين؟ برافو عليكم، شطورين. يلا بداية خلينا نروح عند سورة التوت وكلمة التوت. برافو عليكم. وين حرف التاء يا حلوين؟ وين حرفنا المبسوط اللي دائما مبسوط؟ برافو عليكم. صافف أول الطابور لأنه إله نقطتين، عشان هيك إحنا ميزناه. برافو عليكم. إذا حرف التاء هون إجا في أول الكلمة ولا بوسط الكلمة ولا بآخر الكلمة؟ بأول الكلمة اللي حطينا عليه سيركل. برافو عليكم. أوكي، في عنا كمان حرف التاء. خلينا نشوف في عنا حرف مبسوط جوا هاي الكلمة، كلمة توت. برافو عليكم. إذا هذا حرف التاء في الكلمة توت، ابتدى فيها ونهى فيها. إذا موجود في أول الكلمة وموجود في آخر الكلمة. برافو عليكم. خلينا ننتقل لشجرة البرتقال، عند كلمة برتقال. يا ترى وين حرف التاء؟ هذا هو حرف التاء. برافو عليكم. حرف التاء له نقطتين. برافو عليكم. إذا مش هو هذا حرف التاء؟ لا مش هو هذا حرف التاء. خلينا نراقب، هو مبسوط له عيون تنتين. إذا هو حرف التاء. برافو عليكم. في غيره حرف التاء؟ لا، حرف التاء ما له دائرة، إذن هذا مش حرف التاء. برافو عليكم. خلينا ننتقل لكلمة تين. كلمة تين، وين حرف التاء يا حلوين بكلمة تين؟ برافو عليكم، بأول الكلمة. أحسنتم. برافو عليكم. نيجي لآخر كلمة وهي كلمة تايم. هي كلمة تايم. برافو عليكم. وين حرف التاء يا حلوين بكلمة تايم، باسم تايم؟ برافو عليكم. هيا برافو عليكم. طيب هون في عنا نقطتين بس، هم تحت هذا حرف التاء؟ لا. هذا حرف التاء؟ لا. هذا حرف ايش يا حلوين اذا احنا نتذكر؟ حرف الاي. برافو عليكم. حرف الاي دائما له نقطتين بس، ولكن تحت السطر. أما حرف التاء وين عيونه؟ برافو عليكم، زينا عيونه فوق. أحسنتم.